تعرف على أضخم الملاعب التي يستكمل بناؤها بحلول سنة 2025. استقطب بناء الملاعب كمية هائلة من الإعجاب، الأمر الذي دفع المهندسين المعماريين إلى التنافس فيما بينهم باستمرار على تصميم هياكل مذهلة تتناسب مع المتطلبات العصرية، سواء كان الأمر متعلقا بتعزيز السعة أو تحسين المدرجات أو اعتماد أنماط مختلفة وأسباب متنوعة في تصاميمهم. ويعتبر ملعب سرادر باتيل في الهند خير مثال على ذلك، حيث لقب هذا الملعب بأكبر ملعب كريكت في العالم، حيث يوفر مساحة ل110 ألف مشجع. أما ملعب الجنوب الذي افتتح حديثا في قطر، أو الذي يعتبر أحد الملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، فقد تم تصميمه على شكل قارب صيد عربي تقليدي، والذي يحمل أهمية ثقافية كبيرة للمنطقة. الآن ومع دخولنا عقدا جديدا، يتسابق المهندسون المعماريون لتخطي حدود المألوف مرة أخرى. دعونا نبدأ جولتنا في نيفادا، حيث دخل أحد الملاعب الأكثر روعة والأكثر تكلفة المرحلة النهائية من البناء. أولا، ملعب أليجانت ستاديوم. يقع هذا الملعب في لاس فيغاس، وسيكلف بناءه ما يقارب الـ2 مليار دولار، وسيكون مقر نادي لاس فيغاس ريدرز. سيكون العشب المستخدم في هذا الملعب قابلا للسحب، أما السقف فسيكون مقببا لإبعاد شمس الصحراء الشديدة. أما الواجهة الخارجية مصممة من الزجاج الأسود، وسيضم الاستاد 4 أبواب دوارة كبيرة. يمتد الملعب على مسافة قدرها نحو 162 ألف متر مربع، ويتسع ل65 ألف متفرج. مع إمكانية استقبال 72 ألف متفرج كحد أقصى، سيتم استخدام الملعب أيضا لاستضافة مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية وغير الرياضية. بالمجمل، يستخدم 28 ألف طن من الفولاذ الهيكلي، وأكثر من 76 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، وحوالي 500,000 مسمار ملولب في بناء هذا الملعب الضخم. ثانيا، ملعب ميامي فريدم بارك. يقع هذا الملعب على الساحل الشرقي، وهو المقر الدائم لنادي ديفيد بيكام انتر ميامي، وهو نادي جديد لكرة القدم من المقرر أن ينضم لدوري كرة القدم في سنة 2020. سيتسع النادي ل26 ألف متفرج، وسيكون مغطى بسقف خفيف الوزن وشفاف، ومصمما على شكل أجنحة طائر الفلامينغو، وهو الحيوان الذي يمثل شعار هذا النادي. أما بالنسبة للمدرج، فهناك طبقة واحدة على جانب واحد من الملعب، وستشكل المكان الذي يجتمع فيه المشجعون الأكثر صخبا. في الطرف الآخر، سيكون هناك مكان مخصص للمأكولات والبارات، فمن المقرر إنشاء بار كوكتيل على السطح، كما ستكون شاشات الوسائط المتعددة العملاقة مرئية من داخل وخارج الملعب، بما في ذلك الشاشة العملاقة التي تعرض المباريات الحية للمشجعين الذين يشاهدون المباراة من الحديقة المقابلة. الملعب ليس سوى جزء واحد فقط من مشروع بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، فقد تم استثمار قطعة أرض مساحتها 131 فدان بالقرب من مطار المدينة، حيث سيضم هذا المشروع الممول بشكل كامل من القطاع الخاص إحدى أكبر الحدائق العامة في المدينة، و11 ملعبا لكرة القدم، وفنادق ومطاعم، وحتى مركزا تقنيا. يأمل النادي الانتقال إلى هذا الملعب بحلول سنة 2022، وفي هذه الأثناء سيلعب المباريات التي تجرى على أرضه في ملعب تم تجديده بشكل مؤقت في مدينة فورت لودرديل. ثالثا، ملعب هوكايدو بول بارك. سيكون هذا الملعب المقر الدائم لفريق البيسبول الياباني نيبون هام فايتر، حيث بلغت تكلفته 530 مليون دولار أمريكي، ويتضمن سقفا قابلا للسحب يذكرك بالمنازل القديمة التي تشتهر بها هذه الجزيرة. سيكون السقف عبارة عن غطاء زجاجي شفاف ومتحرك، بحيث يمكن إغلاق الملعب بالكامل خلال أشهر الشتاء الباردة وأثناء تساقط الثلوج. أما بالنسبة للمتفرجين، فسيجلسون في مدرج مكون من 4 مستويات عالية. تم بناء الملعب بالقرب من منطقة ترفيهية جديدة،
ستوفر أيضا مطاعم ووحدات بيع ومساكن وحدائق، ومن المقرر افتتاح الملعب في سنة 2020 قبل الموعد الرسمي لافتتاحه في سنة 2023. رابعا، ملعب رأس أبو عبود القطري. من المقرر أن يصبح هذا الملعب الذي يتسع ل40 ألف متفرج أول ملعب في العالم قابل للفك الكامل، حيث تم بناؤه باستخدام حاويات الشحن الفولاذية المعاد تدويرها، كما أن مواد البناء المستخدمة في تشييد هذا الملعب قليلة بسبب التصميم المعياري للملعب، مما يؤدي لتقليل النفايات وانبعاثات الكربون مقارنة بباقي الملاعب الأخرى. عقب المونديال سيتم تفكيك الملعب بالكامل، حيث ستجرى الاستفادة من كل جزء من هذا الملعب كمقاعد للمتفرجين وحاويات الشحن والمراحيض. في إقامة مشاريع أخرى في المنطقة ذاتها سيتم استخدام أجزائه في ملاعب كرة قدم حول العالم. خامسا، ملعب نادي إيفرتون الإنجليزي. كشف نادي إيفرتون الإنجليزي عن خططه لإنشاء ملعب بقيمة 645 مليون دولار في منطقة برامبلي موردوك على ضفاف نهر ميرسي في ليفربول. سيتم بناء الملعب الذي يتسع ل 52 ألف متفرج في موقع تراث عالمي شبه مهجور شمال المدينة. ستكون قاعدة الملعب مبنية من الطوب في إشارة إلى مباني المستودعات التاريخية في المنطقة، بينما سيبنى السقف من الفولاذ والزجاج ليضفي لمسة أكثر حداثة على الاستاد. ولخلق جو من الحميمية سيجلس المشجعون بالقرب من الملعب مع بناء منصة مؤلفة من طابق واحد في الطرف الجنوبي للملعب. من المقرر أن يكتمل الملعب في سنة 2023، والذي سيكون جزءا رئيسيا من مشروع ضخم بقيمة 7 مليار دولار أمريكي لإصلاح واستثمار الواجهة البحرية لليفربول.